ولتسليط الضوء على آخر مستجدات الأزمة السياسية في لبنان، معنا من بيروت الكاتب الصحفي اللبناني مصطفى عويك. مرحبا بك معنا. أهلا بكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك سيد مصطفى. بداية، هجوم كلامي حاد من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على ميليشيا حزب الله، لماذا هذا الهجوم؟ ما الأسباب؟ طبعا يعني كان لافتا جدا الكلام الذي ساقه البطريرك الماروني بشارة الراعي بحق حزب الله خلال الفترة الأخيرة، ولكنه المتمعن يعني المتمعن بأدبيات هذا الكلام وبخلفيات هذا الكلام لا يمكنه أن يتفاجأ، على اعتبار أن البطريركية تاريخيا كانت سباقة في الدفاع عن سيادة لبنان وعن محاولة تحديده عن المشاكل الإقليمية التي لطالما كان لبنان يدفع ثمنها في الداخل. فكان من الطبيعي بعد انفجار 4 آب الذي يعني كان بمثابة الكارثة التي أصابت بيروت وأصابت بالتحديد المناطق المسيحية في بيروت، من أن يتحرك البطريرك الراعي وأن يرفع السقف عاليا بوجه حزب الله وبوجه أيضا العهد بما يمثل رئيس الجمهورية ميشيل عون، على اعتبار أن العهد وحزب الله يعلمان علم اليقين بأن نترات الأمونيوم الموجودة في مرفأ بيروت كانت إلى حد ما موجودة بعلم طرف منهما، وبطبيعة الحال هو حزب الله الذي يمسك بالملفات الأمنية وبجميع الأوراق الميدانية الاستخباراتية في لبنان، على اعتبار أن لبنان ساقط كليا في تحت الذراع الإيراني. نعم. وبالتالي بدأ البطريرك الراعي منذ ذلك الوقت بالتحرك، وخاصة أن الثورة التي أطلقت في 17 تشرين الأول من عام 2019 كان لها صداها أيضا في بكركي، ولقد تلاقت مع العديد من طروحاتها، اجتمع هذان العاملان مع بعضهما البعض، وخاصة نعم. مع يعني كثر الحديث أيضا يعني في لبنان عن ملفات الفساد والمحاصصة والصفقات والسمسارات، وهذه الملفات كلها تدور حول يعني الجهات الحزبية إذا صح القول الحاكمة. نعم. وبطبيعة الحال يأتي في مقدمتها حزب الله وتيار الوطني الحر. نعم. الذي يمثله رئيس الجمهورية. على ذكر حزب الله أستاذ مصطفى، هناك مطالبة كانت من بشارة الراعي بعدم السكوت عن سلاح غير شرعي في لبنان، هل نعم. بمقدرة الدولة نعم. اللبنانية الوقوف في وجه هذا السلاح؟ دعني صديقي نكون واقعيين ونقول موضوعيين، سلاح حزب الله هو سلاح إيراني في الداخل اللبناني، وبالتالي أي حديث عن قدرة الدولة أو قدرة الأحزاب الباقية على اختلاف تنوعاتها الطائفية على مواجهة حزب الله أو على مقارعتها لهذا السلاح هي كلام غير دقيق وكلام فيه كثير من الطوباوية. لذلك نقول دائما بأن هذا الملف هو ملف إيراني، لا يمكن الوصول إلى حل لهذا السلاح إلا من خلال الحوار مع إيران، بين إيران وبين الدول الكبرى. هذه ورقة كبرى، ورقة أساسية بيد طهران، ولا يمكن أن تتخلى عنها. بالوقت عينه لا يمكن لأحد في لبنان مواجهتها. اليوم تتحدث عن حزب مسلح أصبح عمره أكثر من 25 عاما، خاض حروبا تقريبا في كل الدول العربية، خاض حربا مع العدو الإسرائيلي أيضا، وبالتالي وصل نعم. إلى مرحلة من الجهوزية العسكرية قد لا تضاهيها ميليشيا في الشرق الأوسط. وبالتالي الحديث عن أن اللبنانيين يمكنهم أن يواجهوا هذا الحزب، هذا حديث يعني لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد. إذا أخذنا من الناحية العسكرية، كيف يواجه؟ بطبيعة الحال يواجه بالسياسة، يواجه من خلال تعريته أمام الرأي العام، من خلال كشف ملفات الفساد المتورط بها، من خلال دعمه أيضا لحلفائه الذين يمسكون بملفات فساد كبيرة، من خلال الإشارة إلى خلفية
قتله أيضا للبنانيين، سواء لرؤساء الوزراء السابقين أو للوزراء أو للناشطين، وآخرهم الناشط الشيعي لقمان الأسليم. كل هذه الأمور يمكن تجميعها لمواجهة حزب الله، ولكن أيضا وهنا يمكننا من خلاله العودة على موضوع البطريركية، الأمر يحتاج أيضا إلى تحالف وطني. لذلك دعوة البطرك الماروني لمواجهة السلاح والتشديد على موضوع سيادة الدولة في هذا الملف يحتاج إلى تضافر وطني من قبل كل المكونات الوطنية، وهذا الذي لم نجده حتى الآن بشكل كبير وفعلي وجدي من قبل الأحزاب التي كانت سابقا في تجمع ما يعرف ب 14 آذار. يعني نتحدث هنا طيب هل الدعوات نتحدث هنا عن حزب التقدمي الاشتراكي. نعم، هل الدعوات إلى عقد مؤتمر دولي لإيجاد حلول للأزمة اللبنانية يمكن أن يلقى استجابة ويكون يعني جزءا من الحل؟ هناك نقطتين في هذا الموضوع. أولا موضوع وهو ما أثار سجالا في لبنان، موضوع المؤتمر الدولي بحد ذاته. دعنا نقول بأن هذا المؤتمر يعني ليس جديدا على لبنان. لبنان بطبيعته التكوينية ومشاكله الدائمة الحدوث كان دائما يستند إلى مؤتمرات دولية لإيجاد حلول لأزماته، سواء كان في مدريد أيام الحرب ومن ثم في الطائف السعودية وبعد اغتيال الرئيس الحريري في سانكلو الفرنسية، والآن ما يطرحه البطريار. وكان أيضا شهد مؤتمرات اقتصادية كبيرة، باريس 1 باريس 2 عفوا وباريس 3 وجنيف وغيره. هل يمكن الآن أن يعقد هذا المؤتمر؟ هنا السؤال الأساسي. أنا أعتقد بأن الدعوة الآن في هذا التوقيت الذي يعيش فيه العالم كله اضطرابات وبحث عن النفوذ وأيضا عملية كباش حول بعض الملفات الأساسية، أعتقد بأن لبنان ليس على جدول الأولويات للدول الكبرى ولا للدول الإقليمية، ولذلك ترك لبنان ينهار، ترك لبنان يذهب إلى مصيره الاقتصادي الضاغط وإلى كل ما يعانيه اللبنانيون اليوم. وبالتالي لا أعتقد أن التوقيت مناسب، ولكن مع التشديد بطبيعة الحال على أهمية عقد هذا المؤتمر، ولكن لا يمكن أن يعقد هذا المؤتمر دون باكج كاملة، يعني دون سلة كاملة إذا صح القول، تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي تحدث في المنطقة وفي العالم. طيب أخيرا، النواب في البرلمان، بعض النواب عن حزب الله أكدوا أن تدويد الأزمة اللبنانية خطر وجودي كما عبروا عن ذلك، كيف تقرأ هذا التصريح؟ إذا أمكن فقط أن تعيد السؤال، عفوا لم أسمع. يعني هناك نواب عن حزب الله في البرلمان اللبناني قالوا بأن تدويد الأزمة اللبنانية خطر وجودي. نعم، هو بداية عندما بدأ البطرك الراعي طرح هذا الموضوع رد عليه السيد نصر الله قائلا بأن الدعوة إلى المؤتمر هي دعوة إلى الحرب. من هنا بدأت الأمور تأخذ منحها التصاعدي، وبدأت العملية تأخذ منحة تشعيري في العملية السياسية داخل لبنان. بطبيعة الحال حزب الله لا يريد لأحد أن يدخل إذا صح القول على مساحته الخاصة في إدارة العملية السياسية في لبنان، لا البطريركية بما تمثل ولا غير البطريركية. هو يريد أن يبقى اللاعب الوحيد واللاعب الأول الممسك بزمام هذه الأمور حتى تستطيع إيران التفاوض على ظهر لبنان مع الولايات المتحدة الأمريكية. فمن الطبيعي أن يذهب حزب الله إلى أبعد من ذلك، وقد شهد الجميع أصلا الاستعراض العسكري الذي نفذه حزب الله في مناطقه في اليومين الماضيين ردا على كلام البطريرك السفير. نعم. وعلى ما اعتبره أنها محاولة من البطريركية إلى كونها يعني إلى تحويل نفسها إلى رأس حربة في مواجهة حزب الله وما يمثل من مشروع في لبنان. نعم. أشكرك جزيلا من بيروت عبر الخط الهاتفي الكاتب الصحفي اللبناني مصطفى عويك، كنت معنا.